اختتمت فعاليات المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد برعاية الرئيس السيسي وبمشاركة 200 عالم وإمام من علماء الأمة الإسلامية. 100 عالم وإمام من علماء الأمة الإسلامية شاركوا في ختام المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد برعاية الرئيس السيسي وتحت عنوان عقد المواطنة وأثرها وتحقيق السلام المجتمعي. يأتي هذا المؤتمر ليضع الضوابط لمفهوم الدولة والمواطنة وكيف يكون هناك بناء الدولة الحديثة في إطار من التسامح والتعايش. 10 جلسات ناقشت عدة محاور لترسيخ دور المواطنة ومشروعية الدولة الوطنية عن طريق التركيز على ترسيخ القيم والتسامح الديني والحماية الاجتماعية ومكانة المرأة وأثرهم على عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات. أهمية عقد المؤتمر عن المواطنة ليس فقط التركيز على المفهوم نفسه، ولكن أيضا نقل الفكر والوعي من المحلي للدولي وترسيخ فكر مواطنة الدولة، والأهم من ذلك هو الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. عندما أتحدث عن المواطنة أقول أن المواطنة المحلية تنقلنا وترحل بنا إلى المواطنة العالمية والكونية، لأن المشترك الإنساني فما يقع تحت سطوته أي شيء من الكونية هي معاناة واحدة، لأن وحدة الحس الوجداني والوحدة الوجدانية هي واحدة، يكفي أننا نتقرب إلى الله في الغدو والآصال. شارك في المؤتمر على مدار يومان عدد من وزراء الأوقاف والهيئات الإسلامية من أنحاء العالم من 57 دولة للتأكيد على ترسيخ قيم التسامح والإنسانية والتعايش السلمي بين العالم أجمع.